يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الحلولية وبين إن الله في كل مكان وبين القول بوحدة الوجود؟ نعم، بينهم فرق. وحدة الوجود أكفر وأشد كفر، لأنهم يقولون الكون كله هو الله، ليس فيه انقسام. أما الحلولية يقولون الخلق شيء والله شيء، لكن الله حال في الخلق، عندهم شيئان. هم يقولون لا، وحدة الوجود يقولون ما فيه شيئان، شيء واحد هو الله. نعم.